مرحبا اخواني الاعزاء، بهذا الفيديو حبيت اتناول احد اهم مشاكل الدراجات النارية ذات التبريد المائي، وهي انه ترى تخلط ماي ودهن، ماي التبريد اقصد بيه مراديتر، يختلط ويا زيت الماكينة او المحرك، وبالتالي راح يتغير لون وكثافة وقوام زيت المحرك، يعني نفتح السيرة مال دهن ويصير لونه مثل الحليبي، راح يفقد خواصه وقوامه، يعني إذا عرفنا على هاي الحالة راح يسبب ضرر على الماكينة. كذلك الماء التبريد هم راح يفقد خواصه، أو كذلك راح يمتص وراح يقل، فبالتالي ما راح يبرد الماكينة، يعني كل الأحوال راح تصعد عندنا الحمارة وراح تسبب ضرر للماكينة. التراكيب أول مرة شنو شو اسمه فرق التبريد الماء عن الهوائي؟ التبريد الهوائي مجرد راح يصير هنا زعانف، هنا بال كور احنا نسميه كور او الهيد جاسكت او العفو سلندر هيد، راح يصير مثل التجاويف او الزعانف، راح تعطي مساحه سطحيه للماء الهواء، فبالتالي تبرد المحرك ببساطه. تبريد الماء لا، عمليه شويه معقده اكثر. تبريد الماء عندنا تركيب انا ما رفقته هنا لان هو مو بداخل المشكله وما له اي دخل، يعني اذا خلطت ماء ودهن، وهو راديتر مثل ما تعرفون، وشون يعني مال مكيف او مال سبلت، مجرد شرائح معدنية على شكل يعني مستطيل، وكذلك يحتوي على ماء مثل مخزن، كما مخزن مياه وتبريد مياه كذلك، مرات تجي عليه مروحة ويضيف، يعني يخزن ماء ويخزن ماء طبيعي ويودي ويستلم الماء الحار ويبرده وهكذا. من اللي راح يسحب من الماء البارد؟ عندنا تركيب اسمه الووتر بامب، يعني مضخة المياه، احنا بالعامية نسميه ووتر بامب. المهم هذا شنو التركيب مالته؟ هذا بالداخل اكو مثل المجداف او المروحة، من تتحرك راح يسبب تخلخل بالضغط، هذا التخلخل بالضغط راح يسحب الماء من الرادياتر او مخزن المياه، وراح يدفعه باتجاه المحرك او الماكينه. شلون نفتر شلون زين هاي المروحه شلون تتحرك؟ طبعا هو ميكانيك مو كهربائي، هذا شوفوا هذا المفتاح هذا هنا، وهذا متصل بالمروحه، ما راح يفتر، راح تفتر المروحه وياه. شلون يفتر هذا؟ هذا راح نلاحظ شنو عندنا، عندنا هذا الكور او الهيد جاسكت، الهيد سلندر هيد العفو، راح يرتبط هنا، ما راح يرتبط هنا، شو راح نلاحظ؟ شنو يكون هنا؟ راح نلاحظ هاي الدش لي هذا اللي يرتبط بالولفات، الفالف يعني صمامات، احنا نسميه بالعامية الولفات، اللي انه هذني هذا اثنين، واحد ينفتح يدخل من واحد، اثنين ينفتح يدخل من البنزين وينسد، الثاني يفتح يطلع من الاحتراق الدخان مال البنزين ويروح للسايلنسر او سايلنسر اكزوست. المهم هذا ما راح يفتر، اللي هو يتصل بالكرانك طبعا. راح نشوف هذا الشج الصغير هنا، راح يقعد عليه المفتاح مع المروحة، فما راح يفتر هذا الدش لي، راح يفتر المروحة راح في المفتاح وياه، راح تفتر المروحة والمجداف الداخلي، فراح يضطر يدفع يسحب الماء منها ويوديها باتجاه المحرك. ما راح يطلع الماء منها اكزوست طبعا، راح تجي هنا وين تتصل بال هذا التركيب اللي هو احنا نسميه البوشه، اللي هو بالانجليزي يسمونه سلندر بلوك، يعني قصد المكان اللي يصير بيه عمليه الاحتراق او التركيب بناء اللي يصير بيه البناء او العمليه، راح يدخل ماي من هنا. الماي وين راح يصير؟ راح يملي هذا الجوف، جوف هذا الدائره الكبيره وليس الاسطوانه. الاسطوانة هذا السلندر اللي هي الاسطوانة، راح يجي هنا البستن، راح يصير عملية الاحتراق، عملية الاحتراق هنا راح يصير داخل جوا، الماء راح يملي المحيط مال عملية الاحتراق، يعني ماي المفروض ماي ما يدخل غرفة الاحتراق او حجرة الاحتراق، الماء مجرد ما راح شو اسمه يتحرك البستن وتتولد تفاعلات، يعني ويصير عملية احتراق البنزين او الوقود، راح تولد حرارة، هاي الحرارة راح تنتقل للمحيط، المحيط هذا يحتوي على ماي، الماي هذا
راح يمتص الحرارة من عنده، من يمتص الحرارة من عنده راح وين يروح حسب لكم وين يروح. المهم يملي هذا الجوف، كذلك من يملي هذا الجوف راح ينتقل من هذا الجوف الدائري إلى هذه الفجوات الصغيرة هاي اللي قاعد تشوفوها، هاي بالكور أو إحنا اللي إحنا نسميه أو بالإنجليزي يسمونه سلندر هيد. سلندر هيد هذا شلون راح ينتقل منها منه؟ هذا هني راح يقعد على هذا، من يقعد عليها راح الماء المفروض ينتقل من هنا لهنا، ما يوصل لهنا. هاي محيط، هاي النقطة هاي هنا فوق من الفالف أو الفالف لهنا راح تصير غرفة الاحتراق. يعني المسافة بين هذا اللي شوفوها هسه، هاي المسافة بين الفالف والشسمة هاي جوا يكون حد يعني لهنا، ما يعبر الماي مجرد بالتجاوف، ما ينزل جوا لهنا راح يكبس عليه هذا الاسطوانة راح تصير غرفة احتراق. فالمفروض ماي من هنا والغرفة الاحتراق جوا. المهم ما راح يكبس عليه راح يمتلي هنا الماي، كذلك ما راح يسخن الماي، لازم يغادر غرفة الاحتراق. لأن شنو الآلية؟ أي يجي الماي يمتص الحرارة يسخن يطلع برا، يروح الرادياتر يبرد، بنفس الوقت راح رادياتر الماي البارد عندهم راح يوديه، وهكذا. منين راح يجي الماي؟ الماي الحار راح يجي من هنا يوصل لهنا يطلع من هنا. هنا شكو ايش عندنا هنا؟ هذا اللي هو يسمونه الثيرموستات، جوا موجود الثيرموستات اللي احنا نسميه بالعاميه سيت ولف. هذا مثل صمام او بوابه بها سبرينجه، يعني تركيب بي سبرينجه يتحسس الماء البارد والحار. اذا ماء حار راح مثل ما يقول تنضغط السبرينجه او فراح تنفتح البوابه، ما راح تنفتح البوابه راح يطلع الماء الحار. اذا ماء بارد ما ينفتح، اذا ماء حار راح يفتح البوابه يسمح بالماء عبور. وين راح يرجع الماء هذا؟ راح يرجع للرادياتر، يروح للرادياتر. رادياتر هناك بمروحة راح تبرده، من تبرده كذلك برادياتر يتصل بهنا وتكمل الدائرة. قلنا احنا شلون نمنع، هنا انا اوضح شلون نمنع الماي ما يعبر غرفة الاحتراق جوا. احنا ما راح نكبس عليه هذا، هذا مثل ما تقول ما لازم، يعني شلون مثل ما تقول عندنا تركيب بلاستيك او حديد او صفيحة تمنع عبور الماء من المحيطة من مثل ما تقولون ردها مالته او الحجره مالته الى حجره الاحتراق. ببساطه عندنا تركيب اسمه الجاسكت. هذا الجاسكت شنو فايده هذا الجاسكت؟ هسه مثل ما تشوفون انتو خليه هيجي، هذا مثل ما تشوفون هنا حلقة دائرة، هاي الدائرة يصير داخلها يعني شلون مثل ما تقول غرفة الاحتراق مكمل إلها. هنا هذني فجوات تكبس تمنع يعني مثل ما تقول على الحجرة مال الماي، بحيث الماي ما يسرب لجوا، لا راح يعبو الماي من هنا لهنا أو بالعكس. ما راح يجي هذا فوق التركيب وهكذا، يعني الماي خلينا أوضح العملية أكثر. الماء فقط يعبر من هنا لهاي الحجرات الخاصة بي، ما يعبر غرفة الاحتراق، ما يجي جوا. وكذلك ما يعبر إلى مكان هذا المكان السفح اللي يبن عده يجي زيت المحرك. زيت المحرك يجي من هنا، يعني من هنا يعبر هنا، شو يسوي؟ يزيتنا، يدش لي ويزيتنا كذلك الفاض أو الولفات. هي اللي قلنا مثل ما قلنا الفالف بالانجليزي الصمامات احنا نسميها الولفاتس، تزييت. مرات يصير هاي يصير تسرب بحيث الماي اما يدخل غرفة الاحتراق او الماء لا يدخل هنا بمكان الجاي زيت من المحرك اللي شو اسمه، فيختلط ماي ومحرك ماي وزيت محرك، يصير عملية اختلاط. قلنا مثل ما نشوف ماي كذلك راح يدخل جوا ويدخل الماكينة زيت المحرك جوا ويسبب لنا هذا
يعني تضل تخبط ماي ودهن، أو كذلك مرات يعني الدهن كذلك هم راح يرجع للوجه بدها من ماي، وراح نلاحظها من الدهن بالماكينة أو العفو بالراديوسر. عندنا أسباب رئيسية يعني ما تغلطات هنا إذا بالنسبة للدرجات البسيطة، هذا أسباب رئيسية اللي تخبط ماي الدهن، أو سبب رئيسي أولا اللي هو الجازيت. هذا الجازيت إذا صار بيتسرب أو مثل ما تقولون يعني صار مثلا شق هنا شق هنا هاي مو كل هذه المنطقة، فراح ما يعبر من هنا يدخل الغرفة، أو صار شق في هاي المنطقة، أو مثل ما تقولون يعني من قد الضغط أو من قد الحرارة راح مثل انضغطت أو يعني الحواجز بيها انسحقت، فراح ما يطيقة أخرى يدخل هنا يسبب احتراق. هذا الجازيت هسه هذا أنا شاك بيه حقيقة، هو شو اسمه عندنا سان جاي تسرب على الدراجة، ف هم راح أبدله وأشوفه لأن منظره يعني ما يوحي إنه غير طبيعي. السبب الثاني هو الووتر بومب. الووتر بومب شلون راح يتسرب؟ هنا أنا شايفنا إحنا هاي الثقب داخله ما راح يجي هنا، هنا أنا قلنا راح يجي دهن، دهن راح يجي يدخل من هنا، دهن كذلك راح يوصل للووتر بومب. الووتر بومب ايش بيه؟ هم بيه فجوات هنا، هاي فجوات هم كذلك يدخل دهن. شنو فايدة الدهن جوا؟ مجرد يزيت لنا المحتويات الداخلية بس، يعني ما يوصل لل يزيت لنا المروحة، يزيت لنا المزداف بس ما يوصل لممر المياه. أهم شيء ما يوصل ممر المياه. شلون نمنع هاي الحالة؟ اكو من نفتح هذا الووتر بومب راح نلاحظ مثل الجاز جيت كذلك بإضافية تحجب الممر الدهن اللي زيت المروحة عن ممر المياه. هذا السبب الثاني اللي ممكن يتسرب من عده. نفتح اللي يعني نتأكد نفتح البراغي ونشوف الجاز جيت صاير بيها تلف ولا لا، بس هذا يعني قلة ما يصير هذا الشيء، يعني أكثر شيء الجاز جيت. السبب الثالث واللي هو يعني مو كده مثلا تتوقعه اللي هو اما من الكور كور او سلندر هيد او السندر بلوك او اللي احنا نسميه البوشة، فعل الحرارة حرارة مستمرة بمو الوقت راح شو تسوي؟ يتمدد الحديد، يتمدد هذا التركيب بحيث مثل ما جزء يتمدد والجزء يبقى، فراح شو يسمون هاي الحالة شو يسموها؟ إذا تكتب باليوتيوب اكتب مثلاً how to fix warped cylinder head أو cylinder block. warped شنو قصده؟ من راح يتمدد شو اسمه cylinder head أو البوشة أو الكور؟ بفعل الحرارة راح مثل ما تقولون سطح الأملس مال البوشة راح جزء من عده يرتفع، يعني يتمدد الحرارة جزء يعني راح يصير تركيب غير منتظم، يعني مثل ما تقولون مو صفيحة مستمرة. يعني إذا نجيب مثلا يعني مو على مستوى واحد، إذا نجيب مثلا مسطرة وخليها عليه احتمال يعني راح يصير مسطرة مو عدل سطح يصير 100%، يعني يصير بها ميلان. هاي الحالة شو راح تسوي؟ هاي الحالة يعني إذا قعدت مثلا البوشة الجازجيت على البوشة أو على السلندر هيد كذلك هاي هنا، يعني بالحالتين يصير اما هنا او هنا، راح جزء من البوشة مرتفع وجزء منخفض، بحيث شو راح يصير؟ جزء المرتفع راح يدفع مثلا هسه الوضعية هاي شوفوا انا يعني بس مجرد توضيح، راح يصير اعلى من جزء اخر، فراح يدفع الجازجيت مستوى اعلى وجزء لا ناصي، فراح يصير مثل تجويف في بيناتهم هيك، يعني قصدي شلون هسه هذا يعني انا متعمد اسويها يجوز هذا ما ابي شيء، فيصير هيك تركيب يعني مثل ما تقولون منطقة عالية ومنطقة ناصية، فمن نخلي عليهن حاجز ما راح يكون مستقر، راح يظل يسرب. هذا السبب يسرب. شلون نفحص هاي الطريقة؟ انا حقيقة ما عندي ادوات هاي، بس هم شو يسوون انسان شو اذا قلت لك تكتب باليوتيوب how to fix warped cylinder head، حتى اذا اكتب لكم اياها بعشوي اكتب لكم اياها بالتعليقات مال الفيديو بالدسكربشن وصف. يجيب له مسطرة يخليه هيجي يفحص أجزاء مسوي، يجيب المسطرة ويجيب أداة تفليس. أداة تفليس شلون تصير؟ شلون الصفائح
معدنية يضبطون بها الفالف أو الولفات، الضغط مالتين يعني، هذا اللي يضغط الولفات شلون يعني يقولون كل شيء يدفع حلو صد. هن هذا يظل يمرها من جوا كل ما تمر، يف أو ما يسوي هيك مسطرة يظل يدفع بها هيك من جوا كل ما تعبر يعني ما تنزل الصفيحة بين المسطرة وبين السلندر. نو بيسويها بهي الزاوية المسطرة يدخلها كذلك هذا النيش، نو بيسوي بزاوية كل زاوية يفحصها كذلك. هنا أنا بالسلندر هيد أو البوشة أو العفو الكور يجيب مسطرة هم يفحص، إذا لاحظ أكو ارتفاع أو انخفاض أو يعني مستوى السطح الكور أو البوشة مو عدل أو السلندر هيد قلنا سندر بلوك، إن الحالة شو راح يسوي؟ راح يجيب هذا إحنا نسميه كرجام أو هو ساند بيبر يعني الرملية صفحة الورقة الرملية. شو يسوي؟ خليه هيجي ويجيب على سبيل المثال البوشة ويظل هو يضغطها ويحكي هيجي، يظل عن شلون يحكي شوية إنه بيفحصها. هاي شنو فايدتها يعني؟ شو مثل ما تقول تاكل بسطح شويه شويه من اللمع، تسوي طبقه واحده مستقيمه كذلك تزيد الشوائب اللي هي ممكن قد تؤدي الى ارتفاع الجازجت او تدق بصوره مستقيمه، ويبدي يفحصها مره ثانيه بهاي المسطره والتفليس، يبدي يفك هيك بقوه يعني ويبدي يشوفها يباوع عليها هيك، يجيب مسطره السطح مالته عدل لو بيع وجهات او بيرتفع. كذلك هذا نفس الحاله يجيب الكور هم يعني فوق شيء ويضغط ويدفع بيه بقوة هم يفتحه ويشوف كذلك صار خلل لو لا، عفوا صار سطح مستقيم لو لا أو بس سطح عدل. بهاي الحالة نقدر يعني نقول مثلا نتغلب على هاي المشكلة. بس هو قلت لكم تركيب أساسي هذا، وإذا ما شو اسمه الووتر بوب ما بيشي بقت هي هاي الحالة. وهنا عندي هذا المنطقة انتهى الفيديو، واتمنى تكون يعني وضحت الفكرة، واشكركم اخوكم احمد وفاء.